الزهراء وهي فداك، ما عشت من زمن سوى يوم مضى مدح القريض بليله ذكراك. فأجاها الدنيا المخاض فزلزلت وتحيأت وتململت للقاك، وولدت أزهر ناصعا متلألئا وقف الزمان مبدلا حياك. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور الكريم، كل عام وأنتم بألف خير بهذه الذكرى، ذكرى ولادة نبينا نبي الرحمة. أقف في هذا المكان الطاهر بين أهلي وأحبتي لنحتفي معا بالمولد النبوي الشريف في مدينة العظمية الحبيبة على قلوب كل عراقي. أقف اليوم وأتذكر طفولتي عندما كنا نأتي من الكاظمية لزيارة جامع الإمام أبو حنيفة النعمان لكي نحتفل سوية بهذه الذكرى والاستذكار مناقب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قال عنه القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. نعم، الأخلاق كانت رسالة محمدية، وهذه الكلمات تختصر الكثير من جمل ومن معاني الإنسانية السامية اتصف بها رسول الرحمة، وكانت جوهر رسالته التي دائما ما نقول إنها بدأت برجل واحد وأصبحت اليوم أمة. نعم أمة. نعم الأخلاق هي المعنى الحقيقي لديننا الحنيف الإسلام العظيم، وقد قال الرسول الأعظم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم الأخلاق مهمة في حياة المجتمع ومهمة في حياة أي مجتمع، لأن هذه الأخلاق لها معنى الذي منح البشرية إنسانيتهم وميزهم عن باقي المخلوقات. ولكن مع الأسف الشديد نحتاج بين فترة وأخرى بهذه القيم، لأن بعض تلك المعاني بحاجة تذكير دائم، لأن الإنسان الفاسد كان من يكون، قد يكون موظف أو مدير عام، أو قد يكون سياسي، أو قد يكون عامل. يجب أن نذكر بأهمية قيم الأخلاق. ورسالتي لكل عراقي يجب أن نستفاد عن ما حصل خلال 17 سنة ونقيم أنفسنا ونقيم التجربة. فالسياسة التي تعني في الحقيقة تعني خدمة الناس وقيادتهم للأفضل ورعايتهم وحفظ كرامة الناس وحل نزاعاتهم ومشاكلهم. أصبحت مع الأسف هذه المفردة في السياسة تنطي انطباع البعض المغاير لهذه الكلمة. علينا أن نغير هذا الواقع، ويجب أن نستعيد مفردة السياسة أنها الخدمة العامة للشعب وخدمة عامة لكل عراقي. أقول ذلك ونحن وعدنا شعبنا بإجراء انتخابات مبكرة تعطي العراقيين فرصتهم لاختيار من يمثلهم، وقد أوفينا بالعهد بما عاهدنا شعبنا. وخلال سنة وثلاثة أشهر العراق قد يمر بتحديات كبيرة وصعبة اقتصادية، وباء كورونا، واحتقان سياسي اجتماعي كبير، وكانت الدولة أقرب لأن تكون دولة مفلسة، ونجحنا برعاية الله وبعزم العراقيين باستنهاض وفن كل الظروف للوصول لانتخابات مبكرة، ونجحنا بمنع الانهيار الاقتصادي ووفرنا الكثير من الموارد للدولة العراقية وقدمنا مشروع إصلاح حقيقي هي الورقة البيضاء. ووفرنا أكثر من 12 مليار دولار إلى خزينة الدولة خلال سنة وثلاث أشهر، وعدنا العراقيين بكثير من الوعود، بعضها نجحنا بها وبعضها تحتاج وقت طويل، وإن شاء الله تتحقق بوجودكم وقوتكم. وحابب أن أذكر أن إجراء انتخابات مبكرة قد تم الوفاء بهذا العهد، والناس اليوم اختارت من يمثلهم، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد، وعليهم مسؤولية أخلاقية وواجبات أخلاقية وطنية اتجاه شعبهم واتجاه من انتخبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي لكي يتحول إلى عمل خدمة عامة، وإعادة ثقة الناس والشعب بالعملية الديمقراطية. لا خيار لنا غير الديمقراطية، ولا خيار لنا غير الحوار، الحوار السلم، كل ثقة أن الأخوات والأخوة من أعضاء مجلس النواب الجديد يضعون التجارب الماضية في بالهم وتقييمها بسلبياتها وإيجابياتها، ونحافظ على إيجابيات التجربة الماضية ونصلح كل الأخطاء التي وقعنا بها، ويجب أن تكون هذه التجربة أمام عيونهم وهم يمارسون عملهم التشريعي، وستكون منهج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في رعاية الناس والاهتمام في كرامة الناس والعمل الصادق والأمانة، ستكون حاضرة إن شاء الله بضمائرهم وهم يدون القسم كنواب جدد. نحن اليوم أخوان أمام مرحلة جديدة يجب أن نستلهم فيها كل العبر والدروس وأخطاء الماضي، وعلينا أن نضع أيدينا بأيدي البعض ونعمل جميعاً لخدمة العراق. لا خيار لنا غير التسامح، لا خيار لنا غير التعاون والتكامل من أجل العراق والنهوض بواقع العراق وما يليق بشعبنا. شعبنا يستحق الكثير وقد عانى الكثير، يجب أن نصنع فرصة للأمل من أجل الرفاه واستقرار وبناء هذا العراق العظيم الذي عمره أكثر من 6000 سنة. هذه دعوة إلى كل السياسيين وإلى كافة فعاليات المجتمع وإلى كل القيادات الروحية في هذا البلد الإسلامية والغير إسلامية أن تعمل بكل جد للملمة وروح التكامل والتفاعل عند العراقيين. يجب أن نلمم وضعنا، يجب أن نتسامح ونحب بعضنا البعض، ونطرد الكراهية والعنصرية والطائفية من مفردات حياتنا اليومية. الطائفية عنوان من عناوين العنصرية كما يمارس العديد الصهيوني في فلسطين المحتلة الفصل العنصري، ويدعي مفاهيم عنصرية تحت عنوان صهيونية. فالطائفية المكيدة كذلك حالها حال الصهيونية لأنها تميز البشر على أساس الانتماء والأرض. هذا التنوع عنصر قوة العراق ويجب أن نحافظ عليه. رسولنا الأعظم هو حامل رسالة للإنسانية، وهي رسالة أخلاق وعمل وتضامن، والقيمة المحمدية هي قيمة العدل والمساواة والنزاهة، وعلى هذا الطريق سنمضي معا سويا لخدمة الأجيال القادمة. مولد نبينا الأعظم مولد النور مبعث القيم، وعلينا نحافظ على هذا القيم. والسلام عليكم.